سيارة عم بتخضى كبيرة بالسوق اللبناني لما نزلت من فترة قصيرة. عم نحكي عن المازدا سي اكس 9 الجديد. رح نتعرف على كل تفاصيله قد ما فينا اكيد بحلقة اوتوفوكس لليوم. خلوكم معنا. صديقنا توني عبدو صار موجود معنا مدير المبيعات بشركة ان بخاطر وكلاء مازدا بلبنان. توني هاي. هاي جورج. سي اكس 9 مثل ما ذكرت بالمقدمة عمل ضجة كبيرة بالسوق اللبناني لما نزل من فترة قصيرة. سيارة بمواصفات رائعة خاصة الشكل الأمامي له كثير أجريسيف وبتلفت كثير. مظبوط يعني السيارة SUV إجمالا بتكون هيك بتحسها إنه هالشكل الناعم خارج ستات نسبيا عم بتكون، بس هلا بهالسيارة عم يجمعوا صاروا الطابع الرياضي مع الطابع العائلي. يعني الشخص اللي حابب يجيب سيارة بس نفس الوقت يستفيد منها لإله للعائلة في ياخذ سي اكس 9 لأنه صار أجريسيف وسبورتي كار نفس الوقت. وبعرف الطلب عم يكون كبير، الباخرة واصلة بس أكيد هلا ما في سيارات بس واصلين سريعا جدا، في تواصل مع القبطان تبع تبع الباخرة 100% بكل تكة لأنه مش نحن اللي عم نتواصل مع زبوناتنا. لا سيارة وقت ما عملنا لها اطلاق بلبنان هي من فترة كثير قليلة، كل الطلبية اللي واصلة اجمالا حجزت صارت على التسليم يعني مثل ما بيقولوا، بس دائما نحن مسيطرين على الوضع والستوك موجود وكل شيء موجود. يلا مستعد تسوى هالشكل السوبر رائع للمازدا سي اكس 9 الجديدة. توني مش عارف وين بدي بلش بالشكل الخارجي للسياره لانه سي اكس 9 وين ما كان حلوه سايد فيو عم نشوف الكروم كمان داخل على الابواب عم نشوف شكل كثير ضخم اجريسيف مع لون كمان بعدنا على السول ريد. سول ريد اللي هو اكيد اللون سبيسيال لمازدا عم بيكون عالميا هذا اللون سول ريد، مثل ما عم نشوف دائما من عم نشوف نحن الستوب لامبس من ورا مع هالديزاين 3 دي، بس تطلع فيها بتشوفها كيف من جوا مشغول بطريقه كثير دقيقه وهيدا بيعطي هيك كواليتي كثير بريميوم كواليتي مع الكروم طبيعي. انا بحس الكروم اللي عم يدخلوه بالسياره جورج خاصه عم نشوفها على هالجانب تبع السياره هيك بحسه لانه هي الكودو ديزاين هي ساموراي عم بيكون يعني سول اوف موشن عم بيحكي من لون السيف عم بتحكي ايه هي بتحسها كانه هالسيوف تبع الساموراي هيك جاي على كل السياره هيدي بتحس انه السياره فيها ثقه اكثر واكثر. شكلك بعدها جاي من اليابان توني. لا بس انه جايب المعلومات كلها عايشين المعلومات نحن. ناحيه اماميه حلوه كثير جانت 3 دي كمان من لون الكروم كثير حلو، والكروم اللي عم بيحكي عنه توني كمان موجود بقوه من الناحيه الاماميه مع هالجريل السوبر رائع كثير اجريسيف. لاحظوا السياره صار بوز اكثر لقدام، عم نشوف من تحت كمان كروم ظاهر بقوه على السياره. بس شو اللي بيلفت اليوم بهالشكل الامامي؟ شو اللي بتعني اليوم في مازدا؟ بتحسها هي السياره هي اجريسيف، بتحسها هيك الشارك ريدي تو اتاك. ايه وريدي تو اتاك يعني دائما هالاجريسيفيتي الموجود لحتى تعطي الشكل سبورت، بس المهم من الاهم من هيك هو هالوينج اللي عم يكون 3 دايمنشنال والاضاءه اللي عم تكون لما تكون السياره بالليل مضويه عم بيضوي كل الكروم، الكروم كله عم يكون مضوي وعم يلفت نظر بطريقه كثير قويه جورج. انا ناحية الاماميه للسياره نقطه ضعفي صراحه. على كل حال بدنا نحكي هلا اكثر عن الداخل اللي اكيد بيكون سوبر لوكس للسي اكس 9 الجديد. يعني اول فينينج بنطلع لما نطلع بالسي اكس 9 من الناحيه الاماميه بنحس حالنا بكوكبيت طياره فعلا. ضخامه عندنا كمان البيانو بلاك ظاهر الكروم واضح بقوه كمان من جوا مركزين كثير على كروم بالسي اكس 9 الجديد. توني خبرنا هالوساعه الاماميه هالتابلو الضخم الموجود. شايف جورج كيف عاملينه هيك مواطين له مواطين البانل لحتى يحطوا الشاشه لحتى تكون مبينه مثل ما دائما بنركز انه لحتى يسيطر الشخص على اليد وخاصه يكون سيف. سكرين كبير جاي تو تون عم بيكون البانل هالكروم ما فيك الا ما تعطيها هالكروم لحتى يعطيها اللكجري للسياره هاللذر اللي فيها هالستيتشنج اللي عم بيكون كثير حلو بكل شيء عندنا يعني داخل الجلد حتى بالستيرنج والفيتاس عم بيكون دائما بنرجع بنذكر انه اهم شيء هو الام زي دي كونكت اللي عم بيكون بسيارات المازدا لحتى تكون عم الشخص اللي عم يستعملها عم يحكي على التليفون هاندز فري عم بيكون عم يحكي مع الشاشه ليطلب ابلكيشن بدي اياها اللي بده اياها راديو انترنت عم يحكي كمان عم يسمع خاصه انه هي فيها بوز سيستم سراوند سيستم لحتى يكون كواليتي صوت ممتازه 100% خاصه للعائله. فتحه بالسقف كمان عريضه مهمه كثير بالسياره 6 اير باج اي بي اس اي بي دي عندك رول ستابيليتي كنترول اكيد اهم شيء هيدي السياره فيها هلا السيستم الجديد اللي عم تتبعه مازدا هو الجي فاكتورينج اللي السياره انت وسايق بحيالله منعطف عم بتفوت فيه ما عم تحس ابدا بهال هي بالانحناء بالانحناء الشخص اللي عم بيسوق دائما بحس حالك انا حالك سايق ستريت 100% وهي شغله كثير حمه بالفيلينج اللي عم بيسوق. شكرا توني. بننتقل نحكي هلا اكثر عن المحرك للسي اكس 9 الجديد اللي فيه سيستم التوربو اكيد.
نرجع نحكي عن المحرك مثل ما ذكرنا فيه نظام توربو. اليوم المحركات العصرية الجديدة عم تشتغل دائما انه تحط التوربو بالمحرك يمكن صغر عدد السيلندر بس تحط توربو بيعطي بوست اكثر وبيخفف الضغط وبيعطي حياه اكبر للمحرك. الاتجاه عالميا كله داون سايزنج للانجن، كل العالم عم تصغر موتوراتها، التوربو كلهم عم بيحطوا توربو، بس التوربو عم تنزل فيه المازدا على سيارتها هو ابتكار خاص بمازدا، عم يكون عم ياخذ الاكزوست وعم يعمل له كومبريشن لحتى يرجع يبرده ويفوت على الانجن، وعم بيكون على اللو ار بي ام يعني على 2000 دوره بالدقيقه، وعم بيكون حسب دعستك على البنزين عم ياخذ يعني Very ما nice. يعني مش على ار بي ام عالي بيلعب توربو، بتحسه انه عم يفتح او عم بيخليك هيك البلاجر يعني خاصه انت معك عائله ما عم تسوق سياره سبور لإلك، عم بيحافظوا على هالميزه هيدي بالسياره، وخاصه انه عم نطمن بين العالم اللي قالوا هي 4 سلندر 2.5 لتر هي ما راح تكون السياره قويه، كل اللي جربوها خاصه مع ال 420 كم حصان عم تعطي 250 هورس باور، بس الاهم من هيك جورج هو التورك اللي هو 420 نيوتن متر اللي هو مهم كثير بعالم السيارات يكون عندك Perfect. تورك على هيك سياره. بيرفكت. مواصفات اذا كثير متطوره وكثير محرك قوي للسي اكس 9 الجديد. ننتقل هلا سريعا تنشوف الديل الموجود اليوم. توني باختصار بعدنا كمان على فايدة الواحد دايما تحت 1% حتى على CX-9 الجديد مع كل طرازات مازدا من الصغيرة للكبيرة 0.99 عم تكون مرفقتنا ومرفقتنا دايما وما رح نتخلى عن هالفكرة لأنه دايما فيها إفادة لزبوناتنا، هيدي شغلة واضحة. نعم. وارنتي عم تكون 5 سنين كيلومتراج مفتوح. الأهم من هيك هو السعر اللي نحن ما عم نكشف عنه نحن دائما على الشاشات، بس اللي عم يروح على الشوروم وعم يشوف هالسيارة عم يتفاجأ بسعرها، وخاصة إنه هي لانشينج برايس هلا عم تنطلق فيه، عم يستفيدوا منها كثير وما حدا وقف قدام السيارة وجربها إلا ما اشترى، مشان هيك عم يكون عليها إقبال. طيب يلا لكن كل اللي عم يحضرونا يتفضلوا. أنا مدور وفلل. مقدم جورج. ثانك يو توني على كل المعلومات عن السي إكس 9 الجديد الحلو كثير استعرضناه اليوم بأوتو فوكس بشكل مختصر، بس أكيد ضوينا على أهم نقاطه. إلى اللقاء في اليوم بسيارة جديدة أكيد على MTV أوتو فوكس.